أداة الروتيت هي عبارة عن أداة مهمة جدا في برنامج الريفت، بقدر إن أنا أستخدمها علشان أعمل دوران للعنصر بمقدار معين أو بزاوية معينة. مثلا عندي الحيطة دي عايز أعمل لها دوران، فبروح على العنصر وبضغط عليه، في بتظهر لك هنا التاب بتاعت الموديفاي، وبروح على السهم المدور ده وهي أداة الروتيشن أو الروتيت اللي هي بتعمل دوران للعنصر. البرنامج بيظهر لي هنا مجموعة من العناصر في الأوبشنز بار، فيها أول حاجة أوبشن اسمه الديسجوين، وده بيفصل زي ما قلنا قبل كده، بيفصل العنصر عن أي إيليمنت تاني أو عن أي عنصر تاني هو مشترك معاه بخاصية معينة في البرنامج. بفرض مثلا لو أنا جيت أغير أو أعمل دوران للحيطة الأفقية دي بزاوية معينة، وليكن مثلا بزاوية 30 درجة لتحت، هتلاحظ ان الحيطة الاخيرة او العمودية اللي هو متوصل معاها او في بينهم وبين بعض جيومتري او جوينت جيومتري ما بين العنصرين، هتلاحظ ان الحيطة اوتوماتيك بتتغير شكلها بحيث انها تتأقلم او تبقى في وضع سليم مع العنصر الجديد او مع الوضع الجديد للحيطة التانية. طيب لو انا مثلا مش عايز اعمل حاجة زي كده وعايز ان انا احرك الحيطة الافقية دي بس لوحدها، فبشاور عليها بعمل الروتيت وبضغط على امر الديسجوين بحيث انه يفصل لي العنصر ده او الحيطة دي عن اي عنصر هو مجاور لي او في بينهم وما بين بعض علاقة جوين جيومتري ما بين العنصرين دول زي ما البرنامج بيعملها. ده نفس الدوران بنفس قيمة الزاوية. لاحظنا الفرق هنا ان لما عملت على عنصر على اوبشن الديسجوين، البرنامج فصل العنصر اللي انا شغال عليه عن اي عنصر هو كان متوصل معاه. طيب الحاجة هنا احنا عملناها كانت ان احنا بنضغط على الاداة، في هنا نقطة زرقاء وخط حر بيتحرك معايا في الماوس، دي المفروض ان هي السنتر اوف روتيشن او مركز الدوران اللي انا هعمله للعنصر بتاعي. دايما بتبقى في المنتصف بتاعه، اول تخطة بضغطها بتبقى بتحدد لي اول ضلع من اضلع الزاوية، دي اول ضغطة. وبعد كده بحرك العنصر سواء مع عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة على حسب المقدار اللي انا عايزه. ممكن ان انا احرك الماوس لغاية لما اوصل لقيمة الزاوية اللي انا محتاجها، او ان انا اكتب قيمة الزاوية وليكن 45 درجة. كده البرنامج عمل لي دوران للعنصر بتاعي بزاوية مقدارها 45. مثلا عايز افصل العنصر ده عن العنصر اللي جنبه، فهعمل اداة الروتيشن، بعلم على disjoint، اكتب قيمة الزاوية مثلا، او ان انا نبدأ دلوقتي نرسمها مانيوال الاول ونكتب 45. هتلاحظ ان البرنامج عمل دوران للعنصر بزاوية مقدارها 45 هنا على المحور الافقي، وفصله عن العنصر اللي كان مجاور ليه. طيب بفرض ان انا عايز اعمل نسخة تانية من الحيطة الرأسية دي بس تكون مايلة بزاوية معينة، طب ازاي الكلام ده؟ بشاور على العنصر، بضغط اداة الدوران، وبعد كده بعمل ديستروين وبعمل كوبي، ان انا بقول له اعمل لي نسخة جديدة من الحيطة دي لكن بزاوية ميل معينة. فمثلا بحدد اول ضلع في الزاوية اللي هو الافقي، وبعد كده بحدد مثلا لغاية 45. هتلاحظ هنا عمل زاوية تانية مايلة في الحيطة دي. يبقى انا كده عندي الحيطتين، دي الحيطة الاساسية اللي احنا قلنا عليها، ودي الحيطة الجديدة اللي احنا عملناها بامر الروتيشن وفعلنا اوبشن الكوبي. طيب ازاي ان انا اعدل او اغير مكان السنتر اوف روتيشن اللي هو النقطة الزرقاء اللي انا بستخدمها عشان احدد محور الدوران؟ في اول طريقة ان انا ممكن اضغط اوتوماتيك عليها وحركها لغاية المكان اللي انا عايزها تبقى موجودة عليه، او النقطة اللي انا عايز اعمل دوران للعنصر حواليها. بفرض ان انا عايز اعمل دوران للحيطة دي عند منتصف الجزء العلوي ليها اللي هي هنا، فبضغط وبسيب النقطة هنا، هتلاحظ ان هنا بقت النقطة الزرقاء اللي هي السنتر اوف روتيشن. بحدد مثلا ده الاتجاه الافقي وعايز اعمل زاوية 90، فهيعمل لي دوران للعنصر بالزاوية اللي احنا قلنا عليها. طيب بفرض انا عايز اعمل نسخة تانية من الحيطة بس تكون رأسية مثلا، فبشاور عليها disjoint وبعمل الكوبي، وبعد كده بعدل مكان الـ center of rotation، بحدد الجهة الأفقية بتاعة الزاوية وبنزل لغاية الزاوية 90. فكده بيعمل لي زاوية تانية ما بين الحيطتين وهي 90 درجة زي ما احنا قلنا عليها. في حاجة تانية عايز ألفت النظر ليها وهي أمر الزاوية اللي موجود في الأوبشن بار وزرار البليس، اللي هو بيديك إمكانية إنك تغير
مكان السنتر اوف روتيشن، بمجرد انك تضغط عليه بتروح على النقطة اللي انت عايز السنتر اوف روتيشن يبقى عندها اوتوماتيك، وليكن هتبقى في الجزء ده، واضغط فالبرنامج بيعملها لك اوتوماتيك في النقطة دي. وبكتب هنا مثلا قيمة الزاوية اللي انا عايزها وليكن 45 درجة، فالبرنامج اوتوماتيك بيحولها. الموضوع ده طبعا بيبقى محتاج دقة وحسابات حسب العنصر اللي انت هتعمله وحسب الزاوية اللي انت هتستخدمها. انا بفضل في الأداة دي ان انا بستخدمها يدوي، بحدد مكان السنتر اوف روتيشن حسب مكان اللي انا محتاجه في العنصر، وبعد كده بعمل اول محور في الزاوية او اول ضلع في اضلاع الزاوية، وبعد كده بحرك العنصر في الاتجاه اللي انا محتاجه فوق او تحت حسب الشغل اللي انا بعمله. وغالبا ما بستخدمش الاوبشن بتاع الانجل اللي موجود في الاوبشنز بار.